يعني مش عارفة. ماما شوفي الإضاءة ظابطة، افتح اللايف تبعي على اليوتيوب وشوفي إضاءتي ظابطة ولا لا، ولا أدور الرينج لايت ولا إيش الوضع. ماما سمعاني؟ استنى شوي اروح ادور الرينج لايت، دقيقتين. هاي الرينج لايت قدامي. اجيبه هنا هيك. شفتوا بنطلون البيجامة؟ يا دي الفضيحة السوداء. تشوف هيك، هيك احسن صح؟ ساعة رهف لحد ما تظبط الكاميرا. هيك منيح، هيك تمام ولا زي الأشباح عاملة؟ لا هيك تمام خلص يعني. أهلا وسهلا فيكم، كيف حالكم؟ شو أخباركم؟ طمنوني عنكم. كيف الامتحانات معاكم؟ أنا قاعدة بتعذب يا جماعة، بكرة علي امتحان رياضيات، وضعي يا الله. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. مين فيكم خلص امتحانات؟ هحكي لكم ليش غبت، بس بدي اسالكم مين فيكم حل امتحانات؟ يا حرام كلكم هيك بتكتبوا زفت، ليش؟ انا كمان زيكم على فكره، يعني انه كتير الفتره هاي بالمره يعني بقدم امتحانات صراحه، يعني مش كتير واو فاهمين، الا ما اطلع بغلط يعني. انا غدا بدي نخلصهم. نيالك انت، نيالك انت المحظوظه. اخ انا لسه ضايل لي اسبوع كامل، 5 امتحانات بس انه اسبوع كامل، واصعب مواد ضايل لي رياضيات وانجليش وفيزياء وكيمياء واحياء. هاي فا اكيد يعني عرفتوا ايش هو سبب غيابي، اكيد يعني من الموضوع اللي حكيت لكم اياه اللي هو الامتحانات. يا جماعة والله العظيم كتير كتير مضغوطة، وانتو عارفين فترة عاشر واولى ثانوي، وعندي كتير مواد، عندي كتير يعني، انا يمكن صار الاسبوع بقدم ولسه ضايل لي كمان اسبوع، ف كتير الوضع صعب عندي. خلصت من زمان يعني، يا لك الله. انا صاحبتي معهد خلصت يمكن من اسبوع، بس هي كمان يعني بدت قبلي بكتير، بس خلصت قبل اسبوع يعني برضو نيالها. اخ شايفين يعني ازنخ مواد ضيلالي، رياضيات فيزياء كيمياء احياء انجليش، بس الانجليش عادي مش زنخ. بكره راح اقدم امتحان رياضيات ان شاء الله. ضيلي على فكره انا فتحه لكم لايف ومضحيه بوقتي عشان بس نتحدث، يعني ضيل لي وحده كامله رياضيات، وانا شو صار لي من الساعه 10 الصبح بدرس. كتير بتعب بالدراسة الصراحة، بس بنفس الوقت يعني لو مثلا ما توفقتش في الامتحان، ما جبتش علامات عالية، بحكي لعله خير، لعله خير خير، وربنا كاتب هذا الاشي عنده ان اغلط في هذا الامتحان شو زيك يعني، بصير اوصف حالي يعني انا عملت اللي علي وخلص ودرست، يعني انا بدرس بالساعات بضلني قدام الكتاب فاهمين كيف، وانتو اكيد نفس الاشي، بس الامر مش بايدنا. انا خلصت امتحانات عقبالك. يا الله نيالكم، ضايل 5 ايام بس حاسه حيخلصوا بسرعه مش عارفه ليش. جماعه بدي احكي لكم شغله، صحيح بدي اياكم هلقيت تروحوا تتابعوني على الانستغرام، افتحوا صفحه اسمها راف برو، عليها 843000 عشان تعرفوا تفرقوني مني انا ولا الفنزات. انا صفحتي عليها 843000. الانستغرام عامل لي تقريبا حظر او تقييد اشي زي هيك، لاني بنشر عن فلسطين، عن فلسطين، فأعمل لي تقييد وبمنع انه حسابي ينشر ويجي متابعين، فبدي اياكم انتو جيش اليوتيوب تروحوا تتابعوني على الانستغرام، لانه صراحة الوضع كتير مستفزني بس عشان هيك. راف الفيزياء صعبة لو سهلة؟ صعبة، فيزياء الفصل الاول اسهل، اسهل بكتير يعني، بس كالو ارخميدس هدول جابوا اجل الصراحة، عندنا توجيهي 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 توجيهي. طب خلص حسستوني توجيهي اخر الدنيا يعني، عندنا توجيهي احنا كمان عادي، وعلمي بشار كمان يعني، فرحة فرحتين.
اسمع، بدي اسألكم سؤال. اصور لكم فيديو يوم نتيجة بشار ولا لا؟ ايش رأيكم؟ بما انه توجيه يعني وهيك، اصور لكم يوم نتيجته. طبعا اذا جاب معدل عالي راح انشره، واذا ما جابش مش راح انشره. بس ان شاء الله يجيب، كلكم ادعوا له. أنا بكرة تنتهي امتحاناتي، كتير متحمسة. خائم يعني، بكفي. أنا ضايل لي 5 امتحانات، رعوني رعوا مشاعري. بس اسمعوا، محضرالكم في إجازة الصيف أفكار بتجنن بتجنن وجديدة على القناة، مش يعني متأكدة حتى ما شفتوهاش في قنوات قبل هيك. بس طبعا مش حاحكي عشان ما أحرقش. نجحتي؟ لا لسه حبيبتي، انا لسه قاعده بقدم امتحانات، لسه النتيجه بعدين. نعرف. انصحيني لو سمحتي كيف ادرس رياضيات، متراكم علي لو سمحتي، ردي لو سمحتي. طب انتي ليش رقمتيها على حالك؟ يعني انا كان متراكم علي، بس فتحت اليوتيوب وفهمت كل اشي وحليت الكتاب الوزاري يعني. بس انا كان زي زيك بتراكم علي. استني انزل هاي هيك قبالي. ايوه ديكور ولا اشيلها؟ انت علمي لو ادبي؟ ادبي. ادبي لو علمي؟ ادبي. على فكره انتوا بيوصلكم الكلام بعد فتره. يا الله، اقولكم صار لي نص ساعة يمكن حكي عن موضوع بشار انه توجيهي وعلمي، وانتوا هلقيتها بتحكوا لي انت علمي ولا ادبي. لما حكيت لكم انه اصور لكم فيديو ولا لا، حكيتوا لي اه هلأ هلأ. وهذا الكلام قبل يمكن 10 دقايق. كتير اللايف متأخر. انا لساتني بقدم شهر تاني، يا حرام. الله يوفقك. متحمسين؟ أنا متحمسة أكتر منك والله، عشان نتيجة بشار. حلو ستايلك حبيبتي، عيونك الحلوة. كيف السعودية؟ حبيتيها كتير 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 كتير. حبيت السعودية كتير، حلو ولا هيك؟ لا هيك خلص. كملت المدرسة في فلسطين ولا مازال؟ آه كملت، هينا مكملين، هينا بنمتحن نهائي. انتي وزاري؟ اه امتحاناتي وزارية للأسف. بالعكس، حتى الامتحانات الوزارية لا مش للأسف كتير يعني، بالعكس الامتحانات الوزارية يعني من الكتاب الوزاري، يعني ما بيطلع عن الكتاب الوزاري، فهذا الاشي كتير حلو انه بس بتعتمدوا على الكتاب، لا بدكم ملازم ولا بدكم دفتر. واه بس يعني بالعكس الامتحانات الوزارية اسهل من امتحانات المعلمات. خليها حبايبي، خلص هيها ضايلة النبتة، شايفين هاي أجواء؟ في هاي النبتة اللي ورايا، شايفين في عنا هنا ورقة جديدة طلعت انضمت للشلة. أنا هسه بدرس، وأنا والله علي دراسة، بس أنا يعني طنشتها شوية عشان أفتح لكم لايف. والله انا كمان كتير كتير مشتاقه لكم والله والله، يعني زي ما قلت لكم خلص محضره لكم فيديوهات على الصيف، بتجنن ان شاء الله. من وين شالك؟ من السوق. محل يا جماعه، محل شلات عادي يعني، بعتمدش محل معين للشلات. وعشان تعرفوا نوعيته اسمه جورجيت او شيفون، اعتقد في ناس بتحكي عنه مش عارفة. طيب بتحبيني؟ اه طبعا بحبكم كلكم يا جماعة، حتى لو مش شايفاكم. صحيح مشان اتحجب،
شوفوا بحس الحجاب فيش فيه نصائح يعني، خلص انه الحجاب حجاب فرض، المهم انك تكوني لابسة عن قناعة. متى تتخرجين؟ لسه اتخرج من المدرسة، المدرسة لحال لسه كمان سنتين ان الله راد يعني. ما شاء الله، استنوا بالراحة بالراحة، فجأة التعليقات علقت. لما تزوري مصر المرة الجاية، استنى شوي، المرة الجاية أتمنى تزوري اسكندرية، يا ريت. فوق الأربع مرات رحنا على مصر، أربع مرات تقريبا. كل مرة بنحكي بدنا نروح الاسكندرية، بدنا نروح الاسكندرية، بدنا نروح الاسكندرية، وما بنروح. ايش أكتر مادة بتحبيها؟ انجليش طبعا يعني. نفسك تطلعي ايه؟ والله يعني عندي أكتر من تخصص لسه محتارة فيهم، ما عنديش اشي معين انه نفسي اطلع مثلا دكتورة. كان هدفي وحلمي اني اطلع مهندسة، بس ماما ابدا ما نصحتني للأسف. تحكي لي يعني انا لو انه رجع في الزمن كان ما درست هندسة. حكيت لها يعطيك العافية شكرا، سكرتي ابواب الامل في وجهي. بس معلش يعني انه مخداها من باب النصيحة. رهف بتحب الدراسة الاونلاين او المدرسة؟ بالمدرسة عشان بشوف صحباتي. كم عمرك؟ صرت 16 بشهر 4. أنا صف 9 وامتحاناتي يوم 29/5. يوم ما نخلص. يوم ما نخلص يا حرام. رفض تاخدوا إشي اسمه بيزا؟ بناخد للأسف البيزا هذه يا جماعة، مسابقة عالمية لكل العالم أعتقد، أو كل الوطن العربي مش عارفة، بس لأ عالمية لكل العالم، للصف الأولى ثانوي للصف العاشر، في كل أنحاء العالم، في كل دولة، في كل مدينة، في كل قرية، في كل زنقة اللي بدكم إياه. هي زنقة صح؟ إحنا حكاش زنقة يعني، زنقة زقاق كده. المهم فهذا بيزا إشي إضافي على المنهج، بناخده أسئلة عامة يعني، أسئلة غبية خلص، اشي ملوش لازمة في الحياة. عندي امتحان فنية، يا بختك. انا شريعة وبكرة عندي تلاوة تفسير، الله يوفقك يا رب. كيف خطك بالكتابة؟ حلو لو لا؟ الحمد لله حلو، بالعربي وبالانجليش. ادبي سهل؟ طب ماشي، تعالي احفظي عني، تعالي احفظ التواريخ. ادبي سهل. شوفوا مع انه انا بفضل اني اقعد واحل مسائل على اني احفظ، بحس انه هيك مسلي اكتر، بس ميول لحفظ اكتر، فاهمين كيف؟ مش عارفه كيف فهمكم اياها. شو ليش ما زرتي اكتر من مدينه في السعوديه؟ لانه احنا يعني معنا وقت محدد في السعوديه، بس مده اسبوعين، واذا زدنا عليها نضطر ندفع مبلغ معين، يعني اللي كفلنا بيضطر يدفع مبلغ معين اللي هو بابا يعني، فانه مبلغ كبير كمان، فلا بس اسبوعين. وكمان احنا يعني ما كناش هدفنا رايحين نتفسح، كان هدفنا نروح عبادة، بس رحنا على جدة من كتر ما حكوا انه جدة حلوة ولازم تروحوا جدة وبصر شوف، فرحنا جدة طلعت حلوة كتير ما شاء الله، كتير كتير حلوة. وخاله راح الرياض، خلو صراحة يعني كان رايح يعمل عمرة، عمل عمرته وخلص، بس انه ما كملش انه مثلا معانا ونضلنا نروح ونرجع على الحرم، لا خلو راح على بزنس يعني، على الرياض راح. يا رهف شجعيني على الحجاب، شايفة ما احلى؟ بجنن، خبى اشي من جمالي. الحجاب حلو يعني، مش عارفة كيف أفهمك، بس إنه الحجاب فرض والحجاب حلو يعني. أعتقد إنه في حديث عن الرسول، إنه مش عارفة هيك لما قريته أشعر بدني، إنه بيحكي لو المرأة شافت كيف الرجل بتطلع لها للبسة الحديد، متخيلين إنتو؟ فإنه لسه الحجاب ولا إشي بالنسبة يعني للخمار، في ناس بتتخمر يعني من كتر ما هي خايفة على حالها ومن كتر ما هي خايفة من ربنا، فإنه الحجاب لسه ولا حاجة يا حبايبي. ما حكينا أدبي، أنا بحب التاريخ، بكرة تاريخ هيك حيصقعني كف كده على وجهي في الامتحان. كيف تمتحنوا فيزياء وكيمياء إذا أنت أدبي؟ بطة
انا لسه عاشر، لسه ما تخصصت ادبي او علمي، بس انا بحكي بدي افوت ادبي. تمام. انه هاي خلص اخر سنه اخذ فيها فيزياء وكيمياء واحياء، بما انه بنات العلمي، البنات الصحبات اللي بدهم يفوتوا علمي اول ما طلعوا من امتحان المواد، بنات اتذكروا انه هاي اخر سنه رح ناخذ فيها امتحان مواد. انا بحكي لهم اه طيب، وانا اخر سنه اخذ فيزياء وكيمياء واحياء ورياضيات صعب. فكنت جنوا، لانه بيحكوا رياضيات ادبي كتير سهل، بيحكوا يعني حسب ما بسمع في فلسطين. سنسالك ذهب. اه انسرقنا اليوم. رف اذا انت شفتي تعليقي ارفع ايدك، مرسوم عليها خربيش. طلع بتتابع انمي؟ اه بتابع انمي. طيب يا جماعة، عندي امتحان رياضيات بكرة، بديش أتأخر، ضايل لي وحدة كاملة، وحدة كاملة، وأنا من الصبح في 9 ساعات على وحدتين بس، فما بالكم ضايل لي وحدة، يعني حضرني سهرانة للوحدة في الليل. ف ألف مبارك للناس اللي خلصت امتحاناتها، يا محظوظين، يا ولاد المحظوظين، و عقبالي يا رب، ضايل أسبوع بخلص، وبالتوفيق إلي وإلكم، وإن شاء الله نجيب المعدلات اللي في بالنا يا رب. بس تصبحوا على خير، روحوا كملوا دراستكم يلا، واللي مأجزين روحوا كملوا مسلسلكم. يلا سلام.